صعبة جدا بتمر بيها اتحاد الكورة في أوضاع، يعني أنا بقالي 4 سنين أو داخل على 5 سنين أنا ما شفتش الأحداث اللي بتحصل دي. وضع طبيعي إخفاق المنتخب المصري في روسيا في كأس العالم عامل حالة من الحزن داخل الاتحاد، وحالة من إحساس بالذنب إنك أحزنت الشعب المصري كله. كانت كرة القدم دي أو الكورة آخر سنة مع تألق محمد صلاح، مع تألق المحترفين، كانت كرة القدم مصدر السعادة للشعب المصري. اللي مش مهتم بالكورة والغير مهتم بالكورة كان مهتم بمنتخب مصر. اللي حصل في روسيا عمل إحباط للشعب المصري. لما تحس أنت كواحد في إدارة الكورة في مصر أنت سبب في أحزان الناس دي كلها، بتعمل لك إحباط، تعمل لك شيء كده يعني. فلكن في حرص من اتحاد الكورة، ان جهات الرقابيه اللي موجوده النهارده في كل اتحاد الكوره ووزاره الشباب والرياضه اظهار الحقائق، لان ده حق الشعب المصري يعرف الاخطاء اللي حصلت دي. والكلام اللي بيتقال عن روسيا الناس ما راحتش وما شافتش، لكن الناس سمعت الكلام ده صح ولا غلط، والسلوكيات اللي كانت موجوده هناك ومين مسؤول عن الكلام ده. ده اتحاد الكوره اللي حريص اظهاره، اتحاد الكوره حريص اظهار ان ان ان, إن تذاكر ماتشات مصر اتعملت بطريقه محترمه وبتقنيات محترمه، اظهار ان المعسكرات كانت محترمه، التسيب اللي بيتقال عليه ده ما كانش موجود. كل الحاجات دي احنا ملفات كلها اتحطت قدام الجهات الرقابيه عشان عاوزين نقول ان كان هناك مخطئ لازم يتحاسب. تنتهي ما تنتهيش دي بقى دورها وشغلها، لكن انا بقول لحضرتك كل ما طلب من اللجنه من ملفات ومستندات اتقدمت لهم، وفي حرص من اتحاد الكوره على ان احنا اللي حابين عاوزين نعرف والشعب المصري كله يعرف مين المخطئ يعني، وهل في قصور من اتحاد الكوره تسبب في الاخفاقات دي؟ يعني هل في قصور؟ لو في قصور من اتحاد الكوره ومن مجلس الاداره هيكون ليها قرارها. فالكلام ده كله لازم يظهر للراي العام. احنا شايفين واتحاد الكوره شايف ان اللي اتعمل لمنتخب مصر ما اتعملش في تاريخ الكوره في مصر، من معسكرات، من مكافئات لعيبه، من حوافز لعيبه، من كل الكلام ده. ممكن تكون دي وجهه نظر غلط، ممكن تكون دي وجهه نظر شخصيه، بس احنا شايفين كده. طيب مين اللي يقول الكلام ده صح ولا غلط؟ لجان التحقيق ان شاء الله. في ظل الاحداث دي كلها المهندس هاني ابو ريده بيكلف رابطه الانديه بالتنسيق عشان نرجع الجماهير او نستمر او نعيد تاني نفس تجربه الموسم اللي فات. اخر 5 ماتشات في الدوري كان في جماهير، نهائي كاس مصر الزمالك وسموحه كان في مش اقل من 10,000. احنا بنستكمل مسيره وزير داخليه محترم اللي هو مجدي عبد الغفار الوزير الاسبق، وزير محترم الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز، مجهود كبير كان منهم جدا عشان نرجع الجماهير. عندنا وزير داخليه جديد اللي هو محمود توفيق وزير الداخليه، عندنا الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، عاوزين نستكملوا مسيره النجاح دي ويبقى في جماهير. مش معقوله ملاعب مصر تبقى فاضيه، شفنا في روسيا حاجه يعني خيال اللي احنا بنشوفه ده، ليه احنا مش اقل منهم؟ وبدانا ناخد فعلا نقتدي بالاتحاد كرة القدم الروسي اللي منظم كاس العالم بروسيا اللي منظمه، ان احنا نعمل فان اي دي. لن يسمح لمتفرج يخش استاد ما معوش البطاقه. النادي الاهلي تجربه محترمه جدا واداره محترمه جدا، دي تجربته. احنا هنعمل بطاقه لجميع مشجعين الكره في مصر يخش بيها ماتشات الاهلي، يخش بيها ماتشات الزمالك، يخش بيها ماتشات المنتخب، يخش بيها ماتشات الاسماعيلي، مصري، كل الانديه. حتى النادي المصري هو بيلعب ماتشاته الافريقيه هيستغل بطاقه اتحاد الكوره. انا بقول لحضرتك بطاقه اتحاد الكوره دي البطاقه اللي هتعتمد من وزاره الداخليه، فبالتالي زي ما بقول لحضرتك كده لن يسمح لدخول ماتش كوره بينظمه اتحاد الكوره المصري من غير بطاقه. الماتشات الانديه المسؤوله عن التنظيم ودخول الجماهير، انا بكلم حضرتك على بطاقه دخول الجماهير. لكن انا بحدد لك النهارده 5,000 تذكره، بديك 5,000 تذكره بديهم للنادي الاهلي، او بديله 2,000 للنادي الاهلي، بديله 10,000 تذكره الماتش الافريقي، بقول له انت 10,000 تذكره، هو بيطبعهم يختمهم منين؟ من وزاره الداخليه. مش هيقدر يطبع التذاكر ولا تتختم وزاره الداخليه الا بناء على البطاقه. مش هيدي البطاقه التذكره الا اللي معاه بطاقه اتحاد الكوره. ماتشاته الخاصه بيه هو دي قصه بتاعته هو، بس الامن انا بكلمك على تنسيق مع الامن. لن يسمح
بدخول ملاعب كرة القدم إلا لمن حامل بطاقة اتحاد الكورة. احنا يعني حاجة محترمة جدا ان احنا نقتدي باللي عمله بالنادي الاهلي، لان تجربة محترمة جدا، هي شبيهة بالفان اي دي بتاع روسيا، هي نفس التجربة بس احنا بنعممها على الكرة في مصر، بعد كده تستغل في ماتشات الباسكت، تستغل في ماتشات الهاندبول. انا بكلمك احنا النهاردة بالتنسيق مع الامن مش هيدخل استاد القاهرة الا اللي حامل التذكرة والبطاقة.